اليوم أول حصة تدريبية بعد مباراة ترجي مستغانم، بعد هذيك الانتكاسة اللي درناها، بعد ما خيبنا ظن الجمهور اللي جاب قوة وعاوننا بزاف بزاف. مي الحمد لله دوكنا نبدو في تحضيرات اليوم في تخمو في مباراة نصر حسين داي، وان شاء الله نفرحوا الجمهور ان شاء الله وما نخيبهمش هذه الخضره ان شاء الله. حصة الاستئناف يعني بعد المباراة الأخيرة والخسارة ضد الترجي مستغانم، اللي صراحة يعني خسارة اللي من الصعب يعني تجرحها بالنظر للأداء يعني الجيد اللي قدمه الفريق. حقيقة قدمنا مباراة يعني مقبولة وكنا ند للفريق، ولكن نظن الإصرار والعزيمة تاع اللاعبين تاع الترجي، من هذا هو الشيء اللي صراحة اللي حس في نفسي وما تقبلتاش، أنه اللاعبين تاعنا ما كانوش بهذيك العزيمة والإرادة اللي كنا ننتظروا فيها. وهذا هو الشيء، وكنا قلنا قبل المباراة بأن المباراة غادي تتعب على 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 جزئيات كيما هذه. بون اليوم يعني حاولنا نرفعوا من المعنويات تاع اللاعبين وننسوا هاد الخساره وندوا منها دروس ان شاء الله باش نحضروا المستقبل، خاصه يعني مباراه قديمه ضد نصر حسين داي اللي غادي تكون مباراه يعني هذا الاسبوع باستثناء الفوز. غادي نحضروا ان شاء الله المباراه بكل جديه ونحاولوا يعني نساعدوا الانصار تاعنا ونرجعوا لسكه الانتصارات.